طبعا اليوم انطلاق لمشروع لبنة واحد اللي يهدف لتدريب أكثر من 120 عنصر طبي مساعد بمجال 4 تخصصات، هي مجال العناية الأطفال اللي هي البيدياتك آي سي يو، والآي سي يو هي العناية العامة تختلف يعني الباطنة أو الجراحة، إضافة إلى قسم الغسيل الكلوي اللي هو الدياليسيس فنيين الغسيل، وآخر قسم اللي هو السكراب نيرس أو فني عمليات الإسعاف والعمليات المركزية. طبعا بدنا في مشروع هذا، كانت انطلاقته الفعلية يعني من أسبوعين فاتوا، اليوم كان حفل الانطلاق للمشروع لبنة ألف، واللي زي ما تكرر تفضل مدير عام المشفى إن المشروع هذا مش هيكون ألف لبنة ألف فقط، بإذن الله حيكون لبنة ألف لتدريب العناصر الطبية المساعدة، إضافة إن شاء الله إلى تدريب العناصر الطبية، إلى تدريب العناصر الإدارية والمالية والتيسيرية. وكما تقدم اليوم في شرح حول إنشاء المنظومة الأولى للمشفى الجامعي طرابلس.